وتانية السلام عليكم خوتي، راني ما تعطلتش عليكم في ظرف ان دقيقة ما كملاش دقيقة، راني في واحد الزنقة، راه غادي يجي يدشن غدا سعادة العامل هذا المكان هذا بعد المشاريع، وانت كتشوفوا كيردوها منورة بالاضواء، وانتم كتشوفوا التناقض اللي قلت لكم، انتم كتشوفوا القمامة ديال الازبال كي دايرة، هي نقية الدول تحت ما كاين حتى شي حاجة قبالتها، لا صليح لا والو، ونقاو الدعوة، أنت تشوف سيقوا الدعوة باش تبان أنه نقية للمسؤولين، اللهم هذا منكر حشومة عليهم، وأنتم ما كتشوفوا، نقاو هاد الطريق هادي، وجمعوا منا التراب والصليح، ورماوه في وسط مقبرة، اللهم هذا منكر، أنتم ما كتشوفوا الصليح نقربوا لكم، وأنتم ما كتشوفوا أخوتي، زعما كاين الصراحة والله لا عيب وعار، أنه شوف. قال عين الصليح منا غادي يفوت انسان واحد، وشوف فين ورا من الصليح في وسط مقبره ديال المسلمين، مقبره سيدي حمدا بركان، وهانتوما كتشوفوا باش نوري لكم الدليل الواضح بانها مقبره، باش ما تقولوش يعني رانا نتلاعبوا بكم، هانتوما كتشوفوا انت غادي نوري لكم بعد، ها هو قبر قديم ديال سيدي حمدا بركان، ها هو قديم، هو قدامو قبر مازال نقي، هذه مقبره ديال سيدي حمدا بركان، وشوف راهم يرميو فيها البناوات، يحرقوا فيها البناوات ورميو فيها الصليح، اللهم هذا منكر، ما خلاوش حتى اللي عايش تعدى على الموتى، اللهم هذا منكر.